نحن في فندق ميرا شعب. هكذا يسمع أذان، أذان العشاء. الآن نحن في غرفة رباعية، الحمد لله، مركز مكيف مركزي، وانظروا أربعة سرة، تلفاز موجود، ثلاجة موجودة، خزانة موجودة، هذا فيشة كهربائي، واحد اثنين، هاتف موجود، الو الو الو، نتواصل ونتصل، ثم كل شيء موجود، وساعات موجودة ويشتغل، ما شاء الله تشتغل. اها جيد. هكذا ريموت، وهنا دولاب. اوه دولاب، واه جيد. كويس. واحد اثنين ثلاثة. طيب انظروا ولاحظوا، غرفة رباعية والحمام، هو دوش، كابين دوش، وصابون شامبو. كويس، هذا شفاف، هذا جيد جدا. هناك كله موجود، حمام موجود، حوض موجود، ورقة موجود. الحمد لله. هذه الغرفة رباعية. ونذهب إلى إخوة، أين يعيشون إخوة عندنا في غرفة خماسية. هذا غرفة رقم 13-8. ما هذا؟ عجيب، في كل غرفة هكذا؟ لا، هنا مثلا. الو الو الو، ولكن هناك كهربائي. خلاص نذهب إلى المسجد.